السلام عليكم الحباب، مرحبا بكم فيديو جديد بلوك جديد. نعم الله تكونوا بخير وعلى خير ومعافين ما انت كاين خيرين ان شاء الله يا ربي. مرحبا بكم فيديو ديال اليوم. صراحه غنقول لكم شنو غادي نعمل انا بعدك دابا وفما كيما قلنا في شنو غادي يعمل انا من ناحيه ديال جبتوني لابسه وخارجه عامله مع صاحبتي كوثر. عرفتي شحال متلقيت تقريبا واحد الشهر ساكنه غير هنا قدامي. غادي نمشي نفطر مع صاحبتي كوثر تصحش ثلاث حين نجلس معاها وسامه دابا جبتو غادي كادي يفطر ياك غنفطر ان شاء الله ونمشي نتريض كالعاده ان شاء الله. هذه الحاجه الاولى اللي غنعمل اليوم ومن بعد المهم من بعد يمكن نلعبوا غنمشي نلعب كره في واحد ستاد في واحد كامبو د كره وسام اخرا كيمشي يلعب الكره بزاف واحد الموطا هنايا. بالنسبه لي ما كيعرفني شي. المهم انا قلت كنلعب الكره في ماجوركا شحال هادي. المهم لعبت في فراقي عاديين ومن بعد خليت الكره حيت ما كانش واحد من اللي كنت كنقولوا حنا كنتمتع فيه وكنجوز واحد الوقيته مزيانه. المهم خليتها ومشيت المهم مشيت للحديد حددت ودابا جاتني الوحشه مؤخرا جاني مونو جاني الوحشه خصني نلعب كنمشيو نسطو شويه وصافي. المهم الحباب بالنسبه معايا انا دابا غادي نمشي عند كوثر نتلاقاوها ومن بعد في العشيه باقا ما عرفتش شنو غادي نعملو. غادي نخرج مع بنات عمي ما عرفتش غادي نمشيو لسانتو دو برشلونه ولا غادي نمشيو لواحد اوتليت ديال الماركت. كنتمنى نقدر نمشي لاوتليت ديال الماركت. اذا مشيت غادي نديكم معايا غادي نوريكم فين جا بخصوص الناس ديال اسبانيا الناس ديال برشلونه فين جا شنو فيه. اتمنى غادي نوريكم كلشي بكل التفاصيل. بقاو معانا. نص ساعة قبل صراحة أنا دائما كنجي دراسي قبل الساعة دائما في هاد الصنعة بزاف وفي جمالات كنبقى نضيع وقتي. سما كيفطر وأنا جيت نسرق له شوية الفطور ديالو بانكيكس كما العادة. مرحبا ديالنا حيت دابا كنجوج بينا ما تنساوش تعملوا لنا لايك ديالكم سبسكرايب في القناة جرسوا على الجرس ضغطوا على الجرس باش يخرج لكم فيديوز ديالنا. كان العسل كنا بزاف الناس كيقولوا لي بأن الفيديوز ديالنا ما كيطلعوا لهمشي. كاين واحد المشكل مؤخرا مع يوتيوب صراحه انا معصبني على حساب كنعدل الفيديوهات من كل قلبي كان معلوم اديسيون في الاخر ما كيوصلكمش كاملين بكم ولكن ماشي مشكل. ومي مرحبا ديالنا شكرا بزاف على الدعم ديالكم يعني شكرا بزاف بزاف بزاف. ما تصورش شحال كنفرحوا ملي كنقراو الكومنتات ديالكم اللي مزيونين. شكرا بزاف على الدعم ديالكم شكرا بزاف على الحب ديالكم. كنحاول كنقراو الكومنتات تقريبا كاملين كنحاولوا نجاوبوا على كل شيء. اذا شفنا شي كومنتاري اللي نقولوا توكسيكو ما عرفتش كيف تقولوا بالعربيه سلبي يعني سلبي ولكن ماشي يعني ديك نصيحه شي حاجه مثلا واحد يقدر يحسن في الحياه ديالو شي انتقاد اللي كيبني في حلقه الاسره ما عرفتش كيف تقولوا بالضبط ماشي يعني. شي نصيحه يعني ديك الكومنتاري السلبيين انا بلا ما تضيعوا الوقت ديالكم على حسب كنمسحوهم نيشان ما كنكملوش حتى القرايه ديالهم ما كياثروش فينا ابدا وما عمرنا غنجاوبوا الصراحه ما عمرنا غنجاوبوا هاد الكومنتاريوس هادوك على حسب يعني واحد الانسان اللي كيجي من مورا الشاشه وكيقول لك شي حاجه اللي تقدر تحرقك بلا ما يفكر شكون كاينه مورا بانطايا. راه حنا بدنا انسان بدنا ناس الحمد لله عشنا حنا عامله في بالنا من نهار اللي دخلنا في هذا المجال هذا من بال ديالنا بان كومنتاريوس سلبيين ما عاديش يدخلوا لنا لراسنا. ومي مرحبا ديالنا شكرا بزاف على الدعم ديالكم والله العظيم ما عمري كنت كنتصور في فتره ديال 9 شهور ما شاء الله غادي نوصلوا 65000 في يوتيوب. شكرا بزاف بزاف على الدعم ديالكم. عقبا ان شاء الله 100000 واحد في العائله ديالنا ونزيدو نزيدو نزيدو نكبروا هادشي كلشي كيرجع بفضل لكم الشكر لكم وشكرا بزاف بفضل الله تعالى اولا من بعد فضل ومن بعد رجع كيرجع لكم طبعا. شكرا بزاف على الدعم ديالكم. المهم بقاو معنا هاد النهار هذا وكان نضربوا في كباين كيك واعرين ورينا لكم 100 مرات كيفاش كيعدوا العصب تقريبا دائما كنفطروا بانكيكس. الحباب ديالي صافي انا جبت من خرجت من الدار ماشا مرة صاحبتي كوثر المهم الخوت احنا ماشيين المحطة الأولية القهوة نشرب قهوة حيت باقي شوية مزعزع وخاصة بزاف ديك في الدار ضعيفة شوية غنمشي نطلب واحد القهوة كحلة ومن بعد ان شاء الله بحول الله نمشيو كنخلفو عندي واحد 20 25 دقيقه خلفه حتى نتجيم
عمل شويه الطهار ومن بعد نجي ان شاء الله. المهم قبل ما نمشي للجيم نمشي نروح الموطا تشوفوا بعض عارفوا فاي خوتو قهوه كتشهي من كتكشاها يا سلام. المهم كاين شويه السكر من غير النص وسبيكولوس واخا سبيكولوس ولكن مزيان ما فيهش السكر هيدا عادي المهم غير طرف هذا ما يعمل والو. وها هي جات صاحبتي كوثر كوكيتا. دابا حوجينا هنايا نفطرو. المهم انا نوصل لاصال ولكن ما مشيتش لاصال الاولي غنمشي نروح موطا نشري واحد الحاجه مهمه. انا هاد الايامات مهمه هاد الايامات مهمين ما نقول شي فاين ولا نقول على ايش وما نقول حتى حاجه اصلا ما نقول والو نخليها في يدكم نتوما فكروا شني عادي يكون. المهم بقاو معنا ان شاء الله. ماشي هي هادي الدخله هاد الشارع باقي واحد اخرى. ما جينا نفطر انا وكوثر كوثر المهم فاش ما غادي نفطروا توستاداس شويه د كرواسات شويه هيدا شويه هيدا ياك كوثر شويه هكدا شويه هكدا شويه دياتا شويه ماشي دياتا صحتنا انا ولا طيفه دياتا ديالنا الا كنتلاقاو كتمشي دياتا كامله ماشي مشكل انا واحد المره في السيمانه ماشي مشكل انا مره في النهار ماشي مره في السيمانه صحتنا كنستاهلوا صحتنا. صافي جبرتونا فطرنا انا وكوثر جلسنا تجمعنا عاودنا بعطياتنا كان عندنا مهم. ودابا جبرتوني غادي نوصل لكوثر للدار ديالها ياك كوثر بغيت نزبق نديك وقيلا نمشي للاوبتيكا نشري الانتياز ديالي ندوز على قالك ان شاء الله ندوز للدار ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يلاه معانا سلامة. اوكي سالينا الحصه خوت الحمد لله عملنا الطهار عملنا شويه دراع الحمد لله. المهم ما وجدوا تشوفوا معايا سالي الحصه كما تشوفوا العرق يعني عرقاء مجبده والله. وعاد كنمشي للدار كنجي كنخلف يعني ما عرفتش شحال كاين تخلف. المهم واحد نص ساعه الخلفه كاينه ما يزول لي في الطهر من هنا للدار يعني نص ساعه ونص ساعه. المهم خصنا لابد ما نحركوا الجسم ديالنا على حسب ان يعني الماكله اللي كتكون زايده واللي كتاكل زايده خصك لابد ما تحيدها. المهم كما كنت قلت لكم قبل ما نمشي لاصال نمشي نشري واحد الحاجه. المهم باقي ما شريت حتى شي خوت غير شفت و قلت بلاتي ما تقلقش حيت انا في الشري دائما خصك شويه ماشي تدخل ضايع وشري. انا هكذا انا كنتمهل نتمهل ونبحث 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 عاد نجري. المهم الخوت يلا بحالنا للدار. المهم الخوت كما قبيلاتي كنا كنعاود لكم ديك كنت كنلعب كره في بالما دي مايوركا. المهم لعبت في عده فراقي خليت الكره كانت عندي 17 قريب 18 تما كنت يعني باقي نقدر نعطي باقي نقدر نلعب. سينو المشكل اللي كانت عندي انا هي الثقه في النفس كانت ناقصه بزاف او طوستيما ناقصه بزاف هابطه يعني واحد الناحيه كبيره وكنخاف دائما شويه من الهضره اش غايقول اخر علاش يعني هذيك ما عمرها خصها تكون في بنادم خصها تكون دائما الثقه يعني دائما يعني ثقة عالية وما تخاف من حتى حاجة وما تخاف حتى واحد عمل اللي عليك اش غادي يوقع اصلا اش ماشي يوقع. وهذيك المشكلة كانت عندي انا وما يعني اش ماشي نقول لكم ما جبرتي هذيك اللي عادي عادي يدفعني يقول لي ما تخافش غير لعب لعب كما كتعرف انت لعب كما كد يعني لعب واحد نفسانية بحال اللي كتلعب برا
ولعب في الصطاد هكذاك باش الحاجه تيخرجوا لك باش الباس يخرج لك باش الكونترول يخرج لك باش اي حاجه يخرج لك. علاش كتخرج لك انت برا كتحس براسك ستار يعني كتحس براسك النجم برا برا يعني في الزنقه مع الناس وملي كتدخل ن الكامبون تيران ما كتظهرش ليك شي يعني كيفلت لك الكونترول على داك الشيء. علاش؟ على الخوف وعلى الثقه في النفس هابطه وهذيك اسوء ما يكون. الا كان ما عندك شي شخصيه قويه في الكره ما تمشيش بعيد. عندك واحد الشخصيه قويه بحال مثلا رونالدو كريستيانو واخا كيسمع اللي يسمع كيبقى دائما تايق في راسو دائما هذيك هو مصغر وهكذاك يعني. المهم هذا الشيء كنت كنعاود لكم لان هذه دابا 10 سنين في شهر الله اعلم في شهر 12 كتقفل 10 سنين. كنت لعبت انا قلت واحد الفرقه اخرى. المهم كنا كنترينو 3 ايام ديك الشيء يعني مؤهلنا للبروفيسيونال يعني ماشي واحد النيفو طالع سينو كان عندنا 15 عام كنا كنلعبوا كنا كنترينو 3 ايام والماتش 4 ايام يعني كان عندنا الصبوره كان كيورينا يعني النيفو تكتيك تكنيك المهم ديك الشيء كامل. وكنت لعبت ديك العام ضد ماركو اسينسيو كي لعب في ريال مدريد دابا هذيك ما عمري انساها باقي عندي تلفيش ديك الماتش هذاك. المهم غلبونا ب3-1 طبعا لانه هما مدرسه يعني الريال مايوركا مدرسه عاليه مستوى عالي كيكون عندهم واحد اللعابه يعني مستوى ديالهم عالي. ولكن المهم ما خسرنا شي واحد الخساره اللي هي مبهدله 3-1 يعني بجوج الفرق ماشي شي باش يعني تشوف الفرق يعني ديال المدارس بين ديالنا وديالهم راه شي حاجه. هما كيختاروا احسن واحد اللي كاين في المنطقه وكيجيبوهم ملي قاعد يطلق مايوركا كتقول واو يعني المستوى ديالك طلع. الحمد لله دابا كاين مؤخرا شي دراري مغاربه الحمد لله يعني كيفرحوني مشاو لمايوركا وكي عيطوا لهم مايوركا كاين اللي في بارسا كاين في الاسبانيول الحمد لله كيفرحونا الحمد لله هذيك كيفرحونا. المهم بعد ملي خليت الكره جيت من فرنسا هي ديك العام اللي خليت الكره جيت من فرنسا صافي يعني ما عندك لا صحابك ما عندك حتى واحد كتعرفو الحاجه الوحيده كتقرا يعني في الصباح في العشيه حتى الخامسه خصك تريض فين غنمشي الله صار بديت بالجيم جيم كانت واحد الحاجه اللي صعيبه زعما في افينيو ملي وصلت لها فين هاد لاصال اللي عاد جبره قلالين كانوا بزاف في ديك 2013 كدفتش عليهم بالفتيله والقنديل ولكن الحمد لله الله معك الحمد. المهم كما شفتوا قله لطيفه صورت لكم شاد من البحر هي لي كوزين مشات مع العائله البحر. المهم انا وسمعيل غنمشيو نقضي واحد الغرض اللي كنت باغي نقضيه قبيله تي الا عقلتو عليه اي من بعد ان شاء الله غادي نمشيو بقاو معنا وتشوفوا كالعادة زعزع ما قال نادي كيف تلقى بخير برشلونة هوسبيتاليت ها هو زعزع انا ما تمنى كما شفتوا هنا زعزع خدينا ديك الغرض خدينا الغرض اللي كنت قلت ما نعرفش شنو هاد الغرض. المهم جينا هنا نزعزع غنزعزعوها وغتشوفوا الزعزع كيفاش هو عامل في اوسبيتاليت برشلونه. غنخلي لكم ان شاء الله انستغرام ديالهم الحساب ديالهم في انستغرام. لا لا هادي ملا خايمة ديك تهلا فينا بوم يا سلام انا بلا ما نقولكم ها الفتاة معناه هو يا سلام الأناقة فاهمني الأناقة برافو الله برافو المدى صحة برافو ما شاء الله تعال الله تشوف
اسماعيل كيفلو حبيت العقلو شما خير مهدي برافو انت درافت درافت الله يعمل درافت وما يتلفلكش القبيت العقلك بهذا الشيء لا انت ما يتلفلكش هو شويه انت كتشبرت لا حاجه والنهايه اسماعيل برافو لا لا عملنا كملوها انا مهم كملت كل شيء الحمد لله فروطه باينه كتهاول كيهول ها الزربه كتهاول كتهكر كتبدا برافو لا زعزع برشلونه اصلا كيما مكتوب تما ها هو زعزع برشلونه انتما مرحبا بكم الخوت في زعزع برشلونه كتكتبها في انستغرام ياك هكذا كيما هي تكتب ها هو الشيف مرحبا بكم مرحبا بسي أسامة وتحياتي بارك الله فيك درافات خير مهدي بارك الله فيك كيتهلا فينا اجيو من عنده يتهلا فيكم ما تخافوش مرحبا على الراس العين اجا من عند سي أسامة عند الديسكوين الله يعزك الله يعزك شكرا خي أسامة الله يحفظك المهم الحباب غادي تشوفوا هاد الطرف هذا غادي تشوفوا النهار ما بقى لا لله والو سمحوا لنا البارح نسينا ما شديناش معكم بلوك وغادي نشدوه اليوم الحد اليوم جرت ماشي بلايا يمكن غادي نسجل لكم واحد بلوك يمكن ان شاء الله ربي المهم الحباب بغينا نشد معكم بلوك اللي عبديناه البارح باش نعلقوه لكم اليوم المهم الخوت نتمنى من لايك يكون عجبكم الفيديو كونوا يعني استفدتوا بواحد الناحيه المهم الناحيه يعني الثقه النفس نورمال كان كنت باقي صغير كانت عندي عاود 15 16 ماشي بحال بنادم من بعد كي يعني كيزيد وكي كبر كي وصل لسن الرشد كي وصل لواحد الناحيه واحد الحاجه اللي كتخليه يثق في راسو امي مرحبا كنتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم تكونوا استمتعتوا معنا تكونوا استفدتوا سمعتوا اكسبيرينسيال اسامه سمحينا ما سجلتكم شي خرجت صراحه في العشيه مع بنات عمي وداكشي ما كانش عندي الصاج بزاف ما قدرتش نسجل حتى شي حاجه ما كناش عاولين اخر ساعه قلنا غادي نمشيو للبحر امي مرحبا بدينا ما تنساوش تخليونا اللايك ديالكم سبسكرايب في القناه شاركوا في القناه وتبعوا لنا الفيديو اللي ما جاش الفيديو اللي ما جاش ان شاء الله غادي يكون اخيرا هاد الفيديو ديالنا اللي شحالكم نتوما كتستناو باي باي الى فيديو قادم في امان الله ثقه في الله تعالى اولا ومن بعد ثقه في راسكم ولا بد منها ضروري شنو ما عاد زدتش القدام في امان الله بايكم